مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله من تلفزيون دوله الكويت في حلقه جديده من شارع السور في مواضيعنا المختلفه للاسابيع الماضيه اليوم في موضوع ايضا مختلف حول برنامج اعاده الهيكله والجهاز التنفيذي للدوله اطلق هذا الجهاز مشروع جديد لتكويت بعض الوظائف الاداريه في القطاع الخاص ما هي اهداف هذا المشروع هذا هو السؤال الأول، وهل سيعمل هذا المشروع على زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص؟ أعداد الكويتيين في القطاع الخاص لا تتعدى 30% من إجمالي عدد العمالة البالغ 200 أو تقريبا 219 ألف موظف وموظفة. ما هي التوقعات والآفاق؟ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يطمح إلى تكويد 36 ألف وظيفة في 163 وظيفة إدارية في القطاع الخاص ويعني أو وظائف فنية مختلفة فماذا تحقق على الأرض وفي الواقع؟ هذه الاسئله وغيرها راح تشكل ان شاء الله موضوع حلقتنا مع ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور وليد الحداد المستشار في برنامج اعاده الهيكله حياك الله الله يحييك الله يسلمك حياك الله دكتور وان شاء الله نتوقع منك يعني تجاوب وتفاصيل كثيرة على كل المحاور اللي إن شاء الله. طرحت رحب بالدكتورة ندى المطوع رئيس قسم ايضا في في جامعه الكويت في مركز دراسات الاستراتيجيه رئيس قسم البحوث حياك الله دكتوره أهلا وسهلا زميلتنا فيك الله وضيفتنا الدائمه رحب طبعا مشاهدين المتميزين واحاول اليوم من خلال مداخلاتي ان يعني اثري الحوار عن شاء الله. طريق القاء الاضواء على التجربه الاسيويه فيما يخص باداره العماله وخلق فرص العمل ان شاء الله ان شاء الله راح تكون اضافه اكيد متميزه احنا راح نتابع معاكم عقب ما نشوف هذا التقرير اللي يعده الاخوان في الاعداد ثم ننطلق الى حوارنا مع ضيفنا الكريم جديد اطلقه برنامج اعاده الهيكله والجهاز التنفيذي للدوله لتكويت بعض الوظائف الاداريه في القطاع الخاص اضافه الى العمل على زياده اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع تقارير الهيئة العامة للقوة العاملة ووزارة الشؤون تؤكد أن أعداد الكويتيين في الخاص لا تتعدى 30% من إجمالي عدد العمالة وتشير إلى أن أعداد الكويتيين في القطاع الخاص ارتفعت العام الماضي بنسبة 100% عن عام 2014 مشيرة إلى وجود فجوة بين أعداد الوافدين البالغ 152 ألفا في هذا القطاع مقارنة بأعداد المواطنين البالغة 66 ألفاً. البرنامج يطمح حاليا إلى تكويت 36 ألفا في 163 وظيفة إدارية في القطاع الخاص مما يشكل 10% إضافية في أعداد المواطنين المسجلين في تلك الجهات لتحقيق توازن في السوق المحلي والتجاوب مع عدد خريجي الجامعات البالغ إضافة إلى وجود 44 ألف مواطن في طابور انتظار العمل للالتحاق بالوظائف داخل القطاع الخاص ابرز الوظائف المقرر تكويتها هي المهن الاداريه الموارد البشريه والعلاقات العامه والاستقبال بينما يسعى البرنامج الان بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيره والمتوسطه الى صرف رواتب شهريه لاصحاب المشاريع الصغيره بعد الحصول على موافقات من مجلس الوزراء والجهات المعنيه حياكم الله من جديد في شارع السور ونتوجه ب يعني بدايه الموضوع مع ضيفنا الكريم دكتور وليد الحداد حياك الله دكتور وليد الله حينيك. تكويت الوظائف او وظائف معينه اداريه تحديدا ويمكن مر بالتقرير طبيعه هذه الوظائف طبعا ما يمنع انك تعيد الضوء عليها من جديد لكن شنو الفكره من تكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص لهذا المشروع المهم اللي اطلقته قبل فتره هو يعني خليني اعطي فرشه بسيطه عن دور البرنامج، البرنامج يعني دوره أنه يعدل تركيبه سوق العماله في الكويت، مم. احنا يعني يعني عندنا هناك خللين الاولى الاول ان غالبيه العماله الكويتيه تشتغل في الحكومه مم. والاقل يشتغلون في القطاع الخاص، فدور الجهاز يعني جهاز اعاده الهيكله انه وضع حوافز للعماله الكويتيه تسهيل دخولهم للقطاع الخاص لتقليل عدد العمالة الكويتيه في القطاع الحكومي، لان في كل دول العالم اعطيك مثال الولايات المتحده الامريكيه اللي يشتغلون في الفيدرال يعني في في الجهاز الفيدرالي 2 مليون من ضمن يمكن الفيدرال الم... اللي هو الحكومي الحكومي إيه. 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 اللي من ضمن يمكن 150 او 200 مليون يعني شخص يشتغلون في السوق بس بس ثقافه سوق العمل تختلف هناك شيء مختلف يعني اي نعم مختلف يعني, يعني, يعني هي ما اعتمد سوق العمل حتى يعني قصدي الدولة توفر فرص عمل في القطاع الخاص كلام صحيح. الوضع مختلف كلام صحيح بس طبعا الدوله في الازمه الاخيره دعمت القطاع الخاص مم. لما دعم يعني سنة يعني الازمه اللي صارت 2008 يعني الفكر تقصد اللي كان الدوله في امريكا في امريكا مم. اي يعني, الفكر اللي كانوا يحملونه ان الدوله ما تتدخل هذا انتهى مم. يعني فكر فكر جون ادم سميث وغيره يوعى الفكر الكينزي ان الدوله لازم كلها دور وتوجه الاقتصاد ودشوا بقوه خافوا ان انهارت مؤسسات اقتصاديه كبيره انهار المجتمع كله ويفقد الجميع وظائف، فالدوله ايضا ظلت الان نازله البعض البعض يعني, يعني, في يعني مثلا عندها قضيه التيسير الكمي انها تشتري السندات زي بشكل كبير في اليابان في امريكا زين. في اوروبا قياسا على هالموضوع مع الكويت زين أني احنا حق الكويت الـ 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 يعني طبعا المفروض يكون لدور القطاع الخاص العماله الغير الكويتيه في القطاع الخاص الان مليون ونص هي العماله الوافده يعني بشكل عام يعني زين عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص بحدود الستين ألف فال يعني نسبة متناسب قليل طبعا النسبة اللي ذكرتوها ثلاثين بالمئة فعلا عدد الكويتيين في القطاع الخاص ثلاثين بالمئة من نسبة الكويتيين اللي يشتغلون في مجمل سوق العمل أي. لكن عدد الكويتيين في القطاع الخاص أمام العمالة الوافدة لا كم خمسة بالمئة بس اي بس واذا مو اعلاها في القطاع المصرفي يمكن اي اعلاها في القطاع المصرفي لان النسب احنا حاطين 5% فقط كويتيين ايه؟ أمام غير الكويتيين في القطاع الخاص. في القطاع الخاص. أي. طبعاً القطاع المصرفي احنا يعني من الأدوات اللي استخدمناها بالإضافة إن نعطي علاوة اجتماعية ونسوي تدريب راح أتكلم عنها بعد شوي بالتفصيل. زين آه إن احنا حطينا نسب قوى عاملة. القطاع المصرفي لازم مم. 65% كويتيين. قطاع الاتصالات 60% كويتيين. وهكذا درجة في كل قطاعات الاقتصاد وسنوياً نقيّم آخر آخر نسب حطيناها سنة 2015. مم. نرجع حق موضوع المهن الاداريه. المهن الاداريه الموارد البشريه والمهن الاداريه الثانيه وغيرها، هذه مهن ما تحتاج الى سكيلز مهارات يعني مهارات كبيره مم. يعني زين؟ وبالاضافه ان يعني احنا شفنا يعني السبلاي اللي هو العرض من الجامعات لقينا عرض كبير، يعني خريجين خلال خمس سنوات الاداره زين عددهم ألف خريجين الاداره فقط من الجامعات الكويتيه الحكوميه والخاصه اي الكويت الكويتيه والتطبيقي والخاصه والبعثات اي نعم عرفت شلون؟ وبالاضافه اذا دخلنا معاهم العلوم الاجتماعيه اللي ممكن يمسكون الوظائف هذه راح تصير وظائف ايضا عددها كبير. من الامور اللي حثتنا يعني عده امور، الاول ان في دول سبقتنا في الشيء هذا يعني مثل المملكه العربيه السعوديه يمكن من 15 سنه يعني سعودة كل الوظائف الاداريه. مم. الامور ايضا اللي ساعد اللي حثتنا في الامر هذا ان مدير الشؤون الاداريه، مدير الوظائف الموارد البشريه هذا راح يساعد في تطبيق سياساتنا اللي احنا نبيها، آه. يعني غير لما يكون يعني مثل مدير يعني وافد لكن هذا يكون ولد البلد، فبالتالي انت لما توجه حق سياسات التكوين وغيرها. الامر الثالث إن, ان يعني نجاح الدول اللي غيرنا حفزنا. بالاضافه الى وجود العرض فاحنا هل في استجابه ولا في مقاومه يعني؟ إحنا لا, لا طبعا البرنامج لازال يعني لازلنا في لا الدراسة. في طور الدراسه فكره التكويت اي ف... لا, لا في الوظائف الاداريه اي لا ما في مقاومه احنا طبعا درسنا الاحصائيات لقينا الوظائف الاداريه فوق ال ألف وظيفه للوافدين م -م. عارف شلون طبعا ما شفناها بشكل كامل وتفصيل بس هذه يعني العدد اللي درسناه م -م. دراسه فعرضنا المشروع على مجلس اداره القوى العامله بحضور السيده هند الصبيح معالي يعني وزيره الشؤون والعمل ووافقوا اعطونا موافقه مبدئيه على ان تكوت الوظائف الاداريه زي خلال يعني تقريبا عشر سنوات يعني تكون توظيف كامل لكن احنا اتجاهنا راح يعني يمكن الدكتور نادر راح يتكلم عن التجربه السويه اتجاهنا راح يكون اتجاه السنغافوري يعني اسلوب السنغافوري ان احنا يعني راح نطلب من القطاع الخاص السنغافوريين طريقتهم ان الوظيفه تعلن عنها لمده شهر شهرين تحت اشرافنا ماكو في احد تقدم للوظيفه نعطيك ترخيص انك توظف هذه وحده الثانيه احنا راح يعني راح نحدد راح ندرب الكويتيين يعني م. راح نحط دورات تدريبيه مكثفه راح ناخذ متطلبات القطاع الخاص راح ندربهم راح نعطيهم تدريب، الامر الاخر حددنا البيئة، يعني بيئة العمل المفروض ان الكويتين يعملون فيها، مم. لان هناك بيئات الكويتي ما يقبلون فيها، تدريب في قطاع الخاص، شقق ما ادري ايش، مم. مم. لازم بيئة محددة عشان يشتغل فيها طبعا الكويتي، والان ايضا قاعد نعمل على تحديد حد ادنى للاجور، مم. لان يعني في وظائف اجورها وايد متدنية، فبالتالي احنا لازم نتبع سياسة حد ادنى للاجور، مم. هذا طبعا بالاضافة الى يعني استشارتنا راح ن... طيب دكتوره سمعتي وانا اشوف تسجلين ارقام من واقع اللي يقوله دكتور الحداد اي إيه. بالاضافه الى اشارته للتجربه السنغافوريه تعقيبك على ما فات مع اللافت في الاتجاه للسنغافوريه، ليش تتوقعين أن نتجه الى السنغافوريه تحديدا؟ اولا يعني انا اهتمامي بالتجربه الاسيويه اتى من بعد كتاب يعني اصدرته قبل عده هو كتيب بس انا اسمي هي. كتاب لاني فعلا تعبت عليه حول الدبلوماسيه والاتجاه شرقا. فكان كانت رحله سمو الامير عندما كان رئيس الوزراء الى دول اسيا. فحاولت عن طريق هذه التجربه اني اكتبها بشكل مختلف، ما استخدم نظريات العلاقات الدوليه فقط، ولكن اعطي هذا البعد الاداري. ماذا لديها تلك الدول من تميز بالاصلاح الاداري؟ بعد ذلك توصلت الى دراسه مقارنه بين ماليزيا وسنغافوره بالنسبه لسنغافوره جاءت الرغبه بالتعديل ولكن بدات بالقطاع الخاص مم. يعني الدوله دعت المؤسسات الدولة في سنغافوره دعت المؤسسات الاجنبيه للعمل ضمن ما يسمى بالجزيره البزنس ايلاندز وارساء شركاتها ومن ثم رسم استراتيجية التعليم وخلق فرص العمل وغيرها من الأمور فجاءت ب يعني معادلة كانت بصعوبة اتجهت إلى المساواة ولكن كان للسوق دور بخلق هذه الفرص كيف استجاب التعليم لهذه الفرص هذا نأتي العساس. إلى إحدى دول الخليج دولة خليجية وضعت ضمن خطة 2020 للتنمية بانها ستكون دوله سياحيه فيها فقط الفنادق وهذه الـ الـ يعني الـ النقطه الاولى باستراتيجيتها فخلقت او وضعت هيئة سياسه تعليميه هيئت مؤسسات تعليميه تحمل تخصص ضيافه فندقه وضيافه للكوادر المحليه وليس للكوادر من الخارج ما حد يقدر يدرس في هذه المؤسسات من برا الكوادر المحلية إن كان هناك حرج للعمل بالفندق اسم المؤسسة ضيافة وهي إدارة طبعاً علاقات عامة بالإضافة إلى إدارة الفنادق للعناصر المحلية ففي بعض المكونات تستطيع أن تدمج استراتيجية التغيير وسنغافورة كانت قيادة القطاع الخاص بالإضافة إلى ماليزيا يمكن أتكلم عنها بعدين عندما يعني أقرت الاستماع للقطاع الخاص أولاً فعطتها الثقة لقيادة هذا السوق ولكن بالعديد من المعالجة لبعض مم. المعوقات وجعلت التعليم بشكل موازي لأن أنا يعني يمكن أتحفظ على جزئية أن طالب في العلوم الاجتماعية لما تسأله في السنة الأولى ليش تدرس يحب السياسة والتاريخ وبعدين تقول له أنا عندي لك وظيفة في العلاقات العامة شركة خاصة أو لازم يعرف من البداية ما هي فرص العمل؟ حتى يستطيع ان يجيب السؤال هذا دور من انه يعرف فرصه العمل؟ هل دوره هو انه يستكشف ولا دور مثلا البرامج التوعويه، دور بعض مؤسسات الدوله تعرفه انه ترى انت اليوم خريج مثلا خلينا نقول علوم سياسيه مو الا تروح وزاره الخارجيه، ترى في خيارات اخرى صحيح يعني من العام الاول من الممكن ان نتعاون مع بعض وأن يكون لهم دور بزياره الطلبه والحديث للطالب مم. من السنة الأولى حتى مم. يعرف وزنه في سوق العمل فيما بعد. طيب هل فعلا يعني سويتوا استبانات أو سيرفي معين أو استفتاء معين نحو هالشريحة اللي راح توجهونها وخصوصا الرقم اللي تفضلت فيه دكتور وليد رقم كبير في توفير يعني الوظائف الإدارية اللي موجودة لغير الكويتيين في القطاع الخاص اللي ماسكها الحين غير الكويتيين قلت مئة ألف عدل هذا رقم يستوعب الكثير من الكويتيين فيما لو فكروا في الذهاب للقطاع الخاص. هل تم استمزاج راي قياس راي اتجاه شريحه ابنائنا من الخريجين في تخصص العلوم الاداريه اللي ضربته كمثال نعم احنا يعني بس ودي انا اعلق على الدكتوره بالنسبه حق سنغافوره احنا رحنا زرنا سنغافوره زياره خاصه على نطلع على الاسلوب اللي هناك يتحاولون فيه. سنغافوره عندها وزاره كامله اسمها مان باور بلاننج <applause> هذه الوزاره دورها تخطط للقوى العامله لربط مخرجات التعليم زين في متطلبات القطاع الخاص، شنو هي بالقطاع الخاص؟ هذا عندنا احنا وزاره تقوم بالدور اللي يفترض اللي هي وزاره التخطيط. ايه مشابهه ايه لا هي مو مشابهه مختلفه، هذه شكلها بس قوى عامله. نقطه يعني مو تنميه ولا لا لا الامور هاي لا مم. مان باور بلاننج بس هذه واحده، الثانيه سنغافورين يستخدمون نوعين من الضريبه. زين؟ الضريبه واحدة يسمونها اي في هذه الضريبة فقط توضع على القطاع الخاص زين حجم العمالة القير سنغافورية اللي هي عنده يعني السنة 17% السنة الجايه حسوا ان العماله السنغافوريه ماخذه وضعها في سوق العمل قللوا قللوا الضريبه الضريبه هذه مم. مثلا العماله السنغافوريه لا قل وضعها في سوق العمل رفعوا الضريبه زين فانت ك يعني كصاحب عمل انت تدفع لي فلوس على العماله الاجنبيه حسب الاي في هذه وحده الثانيه عندهم يعني عندهم يسمونها تريننج اند ديفلوبمنت تاكس اللي هي ضريبه التدريب والتطوير 1.5% هذا مفروضه على الجميع لذلك سنغافوره عندها تقريبا أربع مراكز تدريبية ضخمة كل مركز كبر مبنانه هذا اللي شفتوه اللي حطيته في هذا في تطوير قدرات الناس ايه والمهارات اللي تفضلت فيها ومسمينه ايه لايف لونج زين هذا وانت داش من مطارهم شعارهم ان احنا ايه نستثمر في في القوة البشرية هاي ثروتهم الحقيقية مسمينه لايف لونج اديوكيشن زين ايه او ايه تريننج هم خلاص ما, ما عندهم ثروة أخرى، الحين قضية بعد سوق العمل يعني هي هي في التجربة هم ثروتهم الكوادر البشرية ما عندهم لا بترول ولا عن المتقاعدين مم. ومهاراتهم وهذا الجميل في التجربة فشو يسوون الله يسلمك يجون حق القطاع الخاص يقول له هذا الموظف اللي عندك زين يروح التدريب انا ادفع لك قيمة وقت التدريب الراتب اللي بياخذه وقت التدريب انا ادفعها لك بس خليه يروح يتدرب وياخذ نيو سكيلز ياخذ نيو يعني اديوكيشن وكذا على اساس يطورون العمل عندهم هذه واحده يعطون الموظف 500 دولار سنويا اختر الدورات اللي تحس انها تضيف لك أه. يفرضون على الموظفين طبعا في القطاع الحكومي يفرضون عليه 50 ساعه 100 ساعه تدريب فالتدريب بالنسبه لهم اساسي الشركات تجاوب معاهم صح؟ اي طبعا ولا ولا عندهم لسته التوظيف الوهمي لا في لا بعض لا الشركات؟ اي, أي لا 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 مو من ما في اي لا أي هم فلذلك المشروع هم هناك علاقة هم علاقتهم بالقطاع الخاص وايد قويه يعني عندهم مثلا في القضايا العماليه كان قبل يعانون من الاضرابات وقال الحين وصلوا الى الشراكه ولهم نسيتها والله منظمه بصراحه ما يحضرني اسمها بس هذه المنظمة شريكه معهم بس, بس دكتور ما تعتقد ان فيه يعني الحين القياس على تجربه سنغافوره واطلب التعليق ايضا على هذا الموضوع من دكتور هنا السنغافوريين مثل ما قلت لك ما عندهم اي مصدر للثروه اخر غير الكوادر البشريه المدربه لذلك حتى وقت التدريب يدفع عندهم هناك ففي عنصر مو موجود عند كثير من الدول في تجربه سنغافوره وهو عنصر التحدي اذا ما طورت نفسك راح تنتهي راح تلاقي نفسك في الشارع صحيح. احنا هنا في امان وظيفي ما في تحدي امامي يلزمني وانا لا ادعو هنا يعني حقيقه يعني الى اجبار الناس ولكن فهم ان التجربه مختلفه نوعا ما خليني اعطيك احنا شو نسوي في برنامج عدد الحكومه يعني ما نقلنا كامل التجربه السنغافوريه بس نقلنا إيه؟ شنو ابرز شيء عجبكم أنت أه؟ بتاخذونه؟ اي وطل... انت اول ما فتحت الموضوع إيه؟ قلت الضرايب وهذا شيء يخرع الناس لا 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 الحين ما إيه؟ خلنا سنغافوره الضرايب احنا مثلا على سبيل طبعا احنا في في احنا قاعد يعني في ضريبه على القطاع الخاص قاعد حق صندوق العماله الوطنيه مم. اللي هي مقدارها يعني 2.5% قاعد تفرض سنويا على القطاع الخاص وقاعد تيينا هذه الزكاه تقصد ولا إيه؟ لا لا مو زكاه لا لا صندوق عمل وطني على الشركات الموجوده في, الموجودة, طيب. في الموجوده في الموجوده في البورصه احنا نسوي احنا التدريب الله يسلمك اعطيناه اهميه كبرى لان انت لازم تهيئ العماله يعني الكويتيه في مواصفات معينه للقطاع الخاص مثال اللغه الانجليزيه مم. يعني لازم تكون انت تحصل على لغه انجليزيه على مستوى عالي استخدام أجهزة الكمبيوتر وغيرها أمور كثيرة يعني إحنا قاعد نهيئ القطاع الخاص فإحنا جينا حق القطاع الخاص عندنا ثلاث أنواع من التدريب أو أربع أنواع من التدريب النوع الأول الباحثين عن عمل أنت تبي تبي فرصة فرصة تعال دش دورات التدريبية اللي عندكم اللي عندنا عرفت شلون يعني مثلا تونا الحين وقعنا مع اتحاد المصارف زين يدرب لي خمسين واحد بدعم منا احنا كامل كامل الدوره على حسابنا أيوه على طول يتوظف في المصارف يروح يتوظف في المصارف هذا نوع من من اللي يسمونه باحثين عن العمل تونا سوينا مثلا دوره مع نزلناها كمناقصة فازت فيها الكليه الاسرائيليه حق مشرفي الامن والسلامه هذا اللي دورهم يسوون رقابه على الامن والسلامه في المباني محتاجين شركات البترول وغيرها والان شغالين فيها زين ان شاء الله يعني مع ضمان التوظيف ولا بس دوره هذا كله اغلبها مع ضمان التوظيف اعرف شلون اغلبها يكون مع ضمان التوظيف النوع الثاني من التدريب ان انت على راس عملك اني نقول الموظفين الكويتيين زين حق البنوك، تعالوا البنوك والشركات الموظفين اللي عندك هذول الكويتيين تدريبهم على حسابنا، فتقدم خطتك السنويه احنا الموظف القديم ندفع له 25% من تدريبه، الموظف الجديد ندفع 75% من قيمه التدريب، في يعني مؤسسات تاخذ منه يمكن بحدود ألف سنويا زين التدريب بس موظفينها، فندعم تدريب الموظف الكويتي وهو داخل مؤسسته زين بحيث انه ينجح، بالاضافه طبعا احنا الحين قاعد نفكر في في موضوع البعثات وغيرها بس يعني ما وصلنا لهالمرحله بس احنا قاعدين ندعم التدريب غير التدريب اللي احنا قاعد نسويه على المشاريع الصغيره وراح نتطرق لها بعدين ان شاء الله بعد شوي. التجربه السنغافوريه تعتقدين دكتوره يعني هل نستطيع القياس عليها في الكويت؟ انا اعتقد مع ان مع فارق الثقافه. انا اعتقد لأن نعم. أسسوا لها من سنوات طويله هناك. صحيح. بس احنا هنا نعم. تجاب... الاخوان نعم. يعني يبون يتجهون ومن حقهم ان ياخذون افضل ما في التجارب العالميه صحيح. والسنغافوريه مميزه صحيح. لكن هي ما جات بين يوم وليله صحيح. ضمن ثقافه مجتمع هل تعتقدين ان هم نقطه بدايتهم صح ان ياخذون على طول جيد عندهم ولا ياسسون لتغيير ثقافه المجتمع انا اشوفها خطوه جيده من المنظمات المتعدده التي جمعتنا بدول اسيا في ثقافه مشتركه فانا اعتقد ثقافه الاصلاح الاداري تناسبنا أن ننقل التجربة السنغافورية مع الماليزية من دول آسيا خصوصا لما يكون للإسلام جزء رئيسي مثل ماليزيا في هذه الثقافة وهذا التطور وهذا الدعم بالنسبة لسنغافورة في كتاب لجراهام أليسون وهو يرأس مركز بلفر سنتر في جامعة هارفرد الآن مقابلة شخصية مع ليكوانيو طبعا قبل سنوات قبل وفاته يكون هو المؤسس تجربة مؤسس التجربه نعم الاب الروحي مم. فلما اساله في هذا الكتاب عن العوامل الرئيسيه فقال له اول شيء القانون ثاني شيء ان تكون لدي حكومه فاعله مستعده للتنفيذ فورا ولكن مع اسبقيه القانون طبعا طبعا هي. ولكن الثقه بالقطاع الخاص هناك نمو طبقه رجال الاعمال وانا ما اعود الى كلمه تاجر او تجار كمركب اجتماعي، طبقه رجال الاعمال طبقه متغيره سنويا، طبقه مبادرين ويصبح حجم العمل بمستوى رجال الاعمال، خلقت طبقه وسطى كبيره، فانا اعتقد ان النموذج فعلا مناسب، ناخذ ما يناسبنا منه. النموذج الماليزي يختلف، يعني هناك كانت البدايه بمرحله الامن والامان ومحاوله البحث في في الثقافه الاسلاميه عن الامان وعن العمل بالامن جذب الكثير من الناس مع مهاتير محمد صحيح مع مهاتير محمد فكانت هذه البدايه لافته للنظر في الدول الاسيويه بالاضافه الى عوامل اخرى مثل عوامل اعاده تمكين المتقاعدين هناك وتوفير دورات لهم لاعاده احتوائهم في سوق العمل لانهم مثل الكويت اكتشفوا بان المتقاعد صرفنا عليه وايد دورات كل هذه السنوات نحتاجها في سوق العمل اليوم يعني فكره ثانيه ممكن نطرحها في شارع سور دكتور اللي هي الدعوم الحكوميه اليوم انت قلت احنا ندعم واستخدمت كلمه دعم كثير وقست على التجربه السنغافوريه في انها تدعم حتى قضيه تطوير الموظف انه يروح الدوره فالجهاز اللي تفضلت فيه اللي هو مال الباور مان هناك يدفع حتى هذا الوقت شنو تعتقد اهميه الزام اصحاب الشركات في القطاع الخاص من باب الدعم برفع مثلا اجور العاملين لتشجيع الكويتيين للانتقال من القطاع الحكومي الى الخاص. طيب وبدايه تاسيس ثقافه يعني جديده. احنا بس خلينا نتطرق ان ان برنامج اعاده الهيكله يوم بدا بدايه ال 2001 اعتقد كان عدد الكويتيين بحدود 1662 كويتي في القطاع م. الخاص. الان عددهم وصل العام يعني وصل وصل 2015 إيه، 2015 اي 2015 73000 اها زين وهذا ترى عدد يعني تطور ضخم فانت لما تيجي تنظر لها لا تنظر لها بس من جانب واحد أنه انا وظفت كويتي بس في القطاع الخاص انت لما وظفته في القطاع الخاص وف وفرت نص راتبه في الحكومه م. يعني هذا لو رايح الحكومه تاخذ راتب كامل م. بس وياه عندك في القطاع الخاص فالحكومه ارتاحت من نصف الراتب هذا جانب الجانب الثاني ايضا خدم كان وافد الوافد هذا ممكن ياخذ خدمات يمكن كذا كذا الى اخره فالتوفير من جانبين زين فاحنا يعني خذينا التوفير من هالجانب توفير على منو؟ شلون؟ على منو؟ على على ميزانيه يعني؟ الدوله يعني؟ ميزانيه الدوله اي طبعا عرفت شلون؟ انت انت بالاخير انت بس بالمقابل احنا انت عندنا عندنا زاد عدد الوافدين ما شاء الله يعني لا خليك زاد عدد الوافدين انت عندك خطه تنميه طموحه أي. <applause> تمام بس احنا بدايتنا يعني احنا ما نقارن في سنغافوره قديمة شويه في الـ في, في هذا انزين طيب بس خلينا بس بس ست. هل هذا الرقم يعكس اللي هو الان او 2015 73000 هل يعكس فعلا ان الكويتيين عندهم ثقه في التوظف بالقطاع الخاص وبين قوسين ان اهملوا فكره الامان الوظيفي وترك الحكومه هل هذا الرقم يعكس طبعًا هذه الفكره؟ طبعا طبعا إيه يعني امان كامل لا بس يعني في مجموعه لا باس فيها يعني لما نتكلم عن 30% من عدد الكويتيين في القطاع الخاص ترى يعني مجموعه زينه اللي يظل يعني يشكل 5% امام امام طبعا وافقين. غير الكويتيين غير الكويتيين، آه. بالنسبه حق الدعوم احنا طبعا الان اغلب الراتب يمن من الدعم الحكومي في القطاع الخاص زين لكن احنا الان متجهين ك يعني كجهاز برنامج هذا الهيكله بالتعاون مع التامينات وعده جهات هيئه القوى العامله وغيرها من الجهات الحكوميه نسوي نشكل فريق نبي نحط حد ادنى للاجور. حد ادنى للاجور؟ نعم. هل هذا يعني فكره الغاء الدعوم؟ ما راح تلغي الدعوم مم. بس راح نرفع مستوى مساهمه القطاع الخاص اكثر من دعوم الحكومه. مم. يعني الحين يعني الحين تقريبا 54% احنا ندفع راتب الكويتي في القطاع الخاص والباقي القطاع الخاص يدفع. فاذا سوينا حد ادنى للاجور راح نخفض بس 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 يعني اول ما بدات الدعوم ويا ريت الدكتوره تضيف لنا في هالموضوع من باب خبرتها لما ابتدى الدعم في الحكومه 2001 مع بدايه انطلاق جهازكم سلم الرواتب في القطاع الخاص خفضوه يعني اللي كان ياخذ مثلا بدايه توظيفه 900 دينار قال لا انا اعطيك 400 وكيف باقي الدوله تعطيك الباقي عشان كذي احنا بنحط حد ادنى للاجور هي. عشان هو لا لا يروح يخفض لي رواتب الكويتيين زي مثل قبل كان الكويت ياخذ 700 800 يوم صار دعم الدوله خفض الراتب تلزمون القطاع الخاص ماشي طبعا طلع قانون خلاص راح يلزم أيه مثل ما الزمناهم في النسب أيه لان احنا أيه الزمناهم في النسب العماله أيه فيه في الان مثل البنوك خلاص 65% ولا تروح تدفع مخالفات لف القطاع الخاص سوى التوظيف الوهمي موضوع النسب احنا قاعد نحارب التوظيف أيه قاعد نحارب بشكل تبيني افصل لك يعني شلون احنا قاعد نحارب تعيين وهم بشكل كبير يعني شو رايك بهالكلام دكتوره؟ والله انا لازم اذكرك بان القطاع الخاص ربحي هو هو ليس يعني لا يعمل لله او فقط ارضاء والله هو المفروض يعمل لله وللوطن ولل بالضبط ولصاحب الشركه بس والشركة, <applause> والشركه الام لان القطاع الخاص شركات اجنبيه يا يعني يا <applause> الكويت احنا نبي قوانين تكون جاذبه للقطاع الخاص للشركات الاجنبيه هذه الشركات الاجنبيه اذا صعبنا عليها الامور لن تصبح قوانيننا جاذبه لها خلونا نجبر الشركه انها تعطي شيء للمجتمع ولكن ما نقدر نحط قيود على قطاع ربحي ونقول له احنا نحدد لك اجور العاملين لا حد ادنى هذه اه سياسه عالميه ترى. لا لا ايه ايه اليوم طبعا الدكتور ايه هذه ترى يعني أعطيك التجربه الالمانيه الالمان زين وايد دشوا عليهم الدول الاوروبيه الجنسيات الاخرى اللي ايه تبحث عن فرصه جيده في المانيا ايه فشو وقال يعني احنا لازم نرفع كلفه الوافد <applause> حتى نباشر المصنع الالماني يفكر انه بالالماني اولا يعني ماشي. لان نفس الراتب صار فحطوا حد ادنى للاجور ورفعوا كلفه الراتب وهذا طبعا مو موجوده عندنا لان انت في الاخير لازم تشوف انا ايش كثر اقدر اعيش يعني مستوى التضخم، مستوى كذا، صحيح. مستوى كذا مم. هذه امور يعني انت لازم تقيسها وتحطها وتدير بالك عليها واحنا طبعا هذه تجربه ما. ما عندنا البنك الدولي شقها معانا شقال معانا مؤسسات عالميه الامم المتحده يونايتد نيشن فهي يعني هذا هو التوجه الصحيح ان انت على اساس لا تتلاعب في اجور في اجور الناس وايضا يعني بقطع كانت بالخير الحين يعني بنخلص جريم قاعدين نسوي وصف وظيفي زين حق كل وظائف القطاع الخاص من خلال الاسكو والامم المتحده ايضا في الزام؟ شلون؟ لا بكره احنا لما لما الان كل من وظيفه يسموها اي مسمى ومسموه وحط أي. لا لا الحين في مسميات عالميه متفق عليها كلها أي في القطاع الخاص في القطاع الخاص اي يعني. فهذه المهن لها مواصفاتها لها الجوده في الحكومه ما حد قدر يعني يجبر طرف على التوصيف الوظيفي، هل تستطيعون اجبار القطاع الخاص اللي هو عنده حريه والتحرك القطاع الخاص ديناميكي اكثر منه من الحكومه، جميل. سهل انه يتحرك، سهل انه ياخذ قرارات، سهل انه هذا بالعكس القطاع صح الخاص ترى على الفكرة نطبق الوصف يعني لما تيجي مؤسسات الكبرى بالقطاع الخاص نطبق الوصف الوظيفي بشكل يعني المسؤوليه بس المجتمعيه دكتورة. بس خلني اعلق م. على كلام دكتوره في نقطه ان قضيه الشركات الاجنبيه، ترى الشركات الاجنبيه في تجربه وايد جميله في الكويت اللي هي شركه الايكو كويت لما صار اتفاق مع شركه الداو أن تنشئ بهذا التحرير وانا كان رئيس مجلس الاداره اه عرفه شخصيا زين وسالته قلت له ليش الكويتيين في في اداره امريكيه 60% من الوظائف؟ قال يوم جو يو الامريكان ويو بيقيسون يعني قال أن هذا انا موظف امريكي راح يكلفني سكن، راح يكلفني صحه، تعليم، كذا والكويتيين ذيلا يحملون نفس الشهادات الامريكيه فكر دكتور زين فبالتالي هم تحت الاداره الامريكيه بس الاعمال الكويتيه وقاعد تؤدي من افضل شركات اللي الان محققات محققه 10 مليار ارباح انت تتكلم عن ايكويت عن ايكويت طبعا أي. يعني تجربه ناجحه جدا عرف شلون في في توظيف الكويتيين تحت الاداره الامريكيه انا باخذ تعليق دكتورة على فكره المسؤوليه الاجتماعيه بعد هذا الاعلان التجاري ونعود لكم من جديد ان شاء الله لقمه عرفنا خبز ارتيزان رول الذهبي المدهون بالزبده بقلبه قطع سخيه من لحم أنغوس المفروم والمحضرة بقطع سميكه او صدور الدجاج الطريه المغطاه معطة توجناها بصلصه جواكامولي او مايونيز بلاك بيبر او صلصه بيج ماك وزودنا عليها اشهى المكونات نقدم لك برجر كله نكهه التشكيله الفاخره الجديده من ماكدونالدز هذا هو اطيب طعم من جديد في شارع السور وتوقفنا مع الدكتوره قبل قليل على شنو ممكن المسؤوليه الاجتماعيه للشركات انها تلعب دور في يعني صناعه فرص وظيفيه جديده الشراكه المجتمعيه مع مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الخاص من باب الالتزام المجتمعي هذا يقسم البحر نصين يخلي التاجر يربح وايضا يؤدي مسؤوليته تجاه المجتمع وهني في بعض الدول اللي طبقت المسؤولية الاجتماعية التاجر أعفي من بعض القيود أو أعفي من بعض الالتزامات اتجاه الدولة تخفيض النسب ولا يعني أعطي مثلا أدفانتج معين أو ميزة معينة ما رأيك في الفكرة؟ طبعا فكرة ممتازة وبعض الشركات اللي بدأت بتطبيق هذه الفكرة استطاعت أن تخلق وعي مجتمعي ليس فقط بتمكين الخريجين من العمل ولكن أيضا من التطوع بأعمال مجتمعية عجزت عنها في الماضي مؤسسات المجتمع المدني بعض الشركات والمؤسسات أخذت على عاتقها المسؤولية المجتمعية ببناء مستشفى مستشفى لعلاج لعلاج سرطان الأطفال في الكويت. بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية بدأت ترسم مبادرات مجتمعية لكي يكون هناك عمل جماعي طلبه للدراسه صحيح يعني بعمل الخير بالانتاج يعني بتقويه بعض التخصصات واخذت ابعد من ذلك طبعا بالاستثمار بالعنصر البشري بالطلبه. ايش كثر التزام الشركات عندنا في هالفكره الرائعه هذه يعني هو في التزام ولكن انا اعتقد يجب ان يكون اعلى من ذلك. ناتي في الى شركات تلفت انتباهك فعلا عندها التزام مجتمعي؟ إيه إحدى شركات الاتصالات وبناء مستشفى مم. سرطان للأطفال. مبادرة جيدة. ثلاثة من عدد. مبادرة جيدة ولكن بالنسبة لميزانية الشركة أنا أعتقد المفروض المستشفى يكون أكبر من ذلك والمعين. عدد الشركات أمام عدد الشركات اللي موجودة في الكويت. صحيح. يعني صحيح. لو قامت شركتين أو ثلاثة هذا يشكرون عليه أكيد كل. الشركة. وأيضًا مراكز تدريبية مم. إحنا عندنا مثلًا اليابان بعد قبل تعديل قوانينها في التسعينات. مم. كانت اي مساعده خارجيه تلزم اليابان تلزم نفسها حتى لا تدخل بما يحظر دستورها اللي له علاقه بالامن بدول اخرى مثل ما حدث بعد تحرير الكويت بانشاء مراكز تدريبيه في الدول وانشات اكثر من مركز تدريبي بالخليج فدائما تاتي هذه المبادرات من دول اخرى انا اعتقد علينا ان نستثمر بها بشكل جيد. كمثال بس اضافه في الموضوع صحيح. شركه الزيت العربيه الكويتيه السعوديه اليابانيه يعني كانت تبتعث ما اعرف اذا لا زالت الى الان مجموعه من الطلبه الكويتيين كانوا يدرسون الهندسات بمختلف تخصصاتها في تجربه لا تنسى ابدا يعني صحيح. دكتور وليد ايضا في موضوع انتم انتم 2001 انطلقتوا، الان 2016 عمركم 15 سنه. مجموع ما صرف حسب الارقام اللي وردتنا إن تقريبا 3 مليار دينار كويتي شنو دلالات هذا الرقم لو قراته على على مشاريعكم اللي تمت ومشاريعكم القادمه. اول شيء ودي اعلق على قضيه الطلبه على قطاع الخاص احنا سنويا عندنا مشروع بالصيف هم. نفتح الباب حق طلبه الجامعه وطلبه الهيئه العامه التعليم التطبيقي طلبه الجامعات يجون الخاصه يسجلون عندنا ونوظفهم في القطاع الخاص هم. فتره الصيف. سنويا تقريبا بحدود 500 600 م. طالب أوكي. اي ونوديهم م. يعني اذا الله كتب تروح الافنيوز بوقت الصيف راح تلقى كويتيين طلبه قاعدين م. اللي في ستار اللي في المطاعم اللي مع بالذات راح صحيح اشكر, أشكر الشايع وشركاته وايد يتبن 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 يتبنون الشيء هذا آه بالنسبه حق الانفاق طبعا دلالات شيء حلو انه بدا الكويتيين يتجاوبون في الدخول في القطاع الخاص آه الانفاق هذا بالعكس مبرر جدا لان اذا انت هذيل 60 الف راحوا على مستوى حكومه فمعناته ان الحكومه راح تدفع 6 6 مليار بالاضافه انه راح يحلون محلهم موافدين فاضف لك بعد مليارين ثلاثه فانت راح يكون مبلغ ضخم فانت وفرت على الدوله بشكل كبير تمام يعني آه. يعني كل موظف كويتي يدخل القطاع الخاص يدخل في القطاع الخاص راح يوفر على الحكومه بحدود من 500 الى 1000 دينار كويتي آه. زين فهذا يعني يعني بالاضافه لانه يعدل يعني الباب الاول صار هاجس عند عند يعني عند الباب ال... الرواتب. باب الرواتب اي باب الرواتب الباب الاول رواتب في الميزانيه صار هاجس صار 11 مليار او كذا وهذا هاجس كبير يعني باكر حتى ما راح ياخذ دخل النفط انت قدامك باكر تبي 70 ولا 100 الف وظيفه م. خلال 10 سنين فهذا ما راح تلقاه اذا ما يصير من خلال القطاع الخاص م. فبالعكس دلالاتها دلالات ايجابيه واحنا قاعدين يعني امام مشاريع المستقبل اي مشاريع يعني عندكم انتم الحين الفكره إيه. اللي اطلقتوها نعم. واللي شدتنا صراحه إيه. يعني خلتنا يمكن حتى نستعجل ان نقدمكم في اولويات الضيوف اللي هي فكره التكويت لما قرينا يعني في احنا عندك مشاريع غير هذا انتم اعلنتوا هالشيء لكن شنو شيء ما اعلنتوه الان ممكن تعلنه في شارع السور؟ إيه. إيه. من الامور اللي احنا يعني يعني اللي قالتها مساعد الدكتوره ندى ان احنا عندنا مشروع مركز المستقبل. هذا المشروع يعني راح يكون مبناه بالقرب منه راح نحط فيه المشاريع التنمويه الموجوده الضخمه الكبيره ايون الطلبه قبل أن يدشون الجامعه زين يتفقون مع الشركات الموجوده هنا تمام راح يعني يدرسون في التخصصات اللي هم يبونها هي راح تدربهم الشركات ونتكلم عن المشاريع الكبيره مثلا لما يكون عندنا مترو يكون عندنا سكك حديد يكون احنا نسميها العقود التنمويه الضخمه الجسور وغيرها شو تسوون للطلبه قبل لا يدشون الجامعه؟ شو تسوون فيها؟ ندخلهم في الاختصاصات اللي محتاجها المشاريع هذه تقنعه قصدك؟ إيه. هو بروحه راح يصير معرض شركات موجوده طيب إيه. بالمقابل اتفقت مع الجامعات على توفير تخصصات مشابهه للاحتياجات إيه. اللي موجوده في المشاريع؟ إيه. طبعا هو طبعا احنا فكر التخطيط ان احنا نحط يعني خطه قوى عامله خلال خمس سنين الحين بدينا فيها بالحكومه انا رئيس الفريق زين وقدرنا احنا نجيب يعني كل سنه الجامعه يزعلون منا يقولون لنا يا يعني الحكومه اعطونا شنو تبون من تخصصات عشان احنا نوجه تغير البرامج الدراسية. البرامج الدراسيه فاحنا السنه يعني الحمد لله قدرنا عطيتوهم السنه تقريبا لا تزعلون الجامعه لا ما راح نزعلهم وهو ما شاء الله عليهم بعد ما يردون علينا ينزلون السوق ويدرسون ويصاغون دراساتهم بس إحنا نتكلم ان احنا استطعنا الحين حاليا ان نعطيهم تقريباً محدود خطط قوى عامله لثلتين الجهات الحكوميه يعني لمدة خمس سنين ترى خطة استراتيجية يعني لسنة 2020 زين الآن الآن بطور الاعتماد في هي كمية. استراتيجية بس قصيرة المدى قصيرة طبعا هي. مش طويلة طبعا احنا نتمنى إنه باكر نصير يعني مثل سنغافورة الماليزيين يعني. يعني انا سألت سنغافورة قلت لهم استراتيجياتكم على كم شو 25 ل 30 سنه كل استراتيجيه كل استراتيجيات استراتيجي. رؤيه هذه مو استراتيجيه رؤيه رؤيه كبيره ما يشتغلون تقسم الى الى شور بس هي. احنا زين اذا احنا انتقلنا الى ثقافه التخطيط لمده خمس سنين هي. وبدينا نتقبلها ولو نطبق نصها انا اعتقد هذا احنا الان يعني في طور تطور والانطلاق للاستراتيجيه الكبرى هي. هي. اللي هي يعني اللي هي يعني استراتيجيه ال 30 سنه ان شاء الله اللي هي 20 35 سنه مطروحه من المشاريع اللي احنا طرحناها يعني مو بس طرحناها اللي مشروع دليل الخبرات الوطنيه، احنا لقينا ان وايد خبرات موجوده مستوى الحكومه، مستوى المتقاعدين، مستوى الجامعات يعني حصر الكفاءة. حصر الكفاءات فسوينا لهم دليل نزلناه في 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 الموقع مالنا وحطينا الشروط اللي يعني منو نعتبره خبير ويسجل معنا تمام ويسجل الان تقريبا يعني في اعداد كبيره الحمد لله سجلت ورحنا الجامعات وسوينا الان يعني سوينا مثل ما تقول يعني اويرنس <applause> يعني منها جامعه الكويت منها الكليات الخاصه وبعدين يعني في كل كليه نتقف ونوعي وسوينا <applause> بروشوراتنا وكذا وحياكم الله بالاخير راح يكون دليل الكتروني باشر نعطي القطاع الخاص نعطي الحكومه تصير ازمه معينه محتاجين الى الى كذا تسهل انتقال الخبرات بين القطاع الخاص زين يدو، يبي يدور يعني زائد هالخبرات اللي تطلع في عمر مبكر يتقاعد من الحكومه وهو صار يعني وصل الى درجه خبير او مختص في مجاله وتقاعد على عمر 45 50 سنه ونام في البيت <applause> هذه اليوم حقيقه الدوله صرفت عليهم مئات الملايين والان هم غير مستفاد منهم نعم. هل هذا يعني هذا يجمعهم ويتراني. هذا ويتراني. فكره ايه. الخبرات الوطنيه ايه. صحيح. ومشروع المستقبل اللي ايه. هو رح. صحيح. مع ربطه بفكره سوق العمل دكتور صحيح هل تعتقدين ان الجهد المبذول الان مم. اللي يشكر عليه الاخوان في جهاز او البرنامج عندهم زائد الجهات الاخرى في الدوله لكن هل هو جهد كافي بحيث انه يعني اعطى لجامعه الكويت او للتطبيقي او للجامعات الخاصه صحيح. في الكويت المرونه السريعه بحيث انه تعال انا اليوم دوله نفطيه كم برنامج دراسي يتعلق بالنفط عندي على مستوى الدبلومه مثلا صحيح اللي يحتاجه هل يتوفر بسرعه ولا يحتاج الى موافقات وغيره؟ شلون تشوفين هالفكره انا يعني هذه الفكره بشكل عملي او من خبره شخصيه طلعت عليها بقرب اولا استجابه الجامعات الخاصه جاءت اسرع من الجامعات الحكوميه او من جامعه الكويت الجامعات والتقليد. الخاصة تفاعلت مع رغبة سوق العمل ففي مادة اسمها انترنشيب واللي تفضل تكلم عنها مم. عن تدريب الطلاب بالصيف. مم. هذه المادة مقررة اجبارية في الجامعات الخاصة في الكويت يعتمد على القسم العلمي. احدى الجامعات الخاصة عندها قسم الاعلام. طيب. مادة التدريب فورا عن طريق التدريب معاهم الدكتور اللي في المادة يتفق على تدريب الطلاب في الشركات الخاصة قسم الإعلام أو الإعلان أو العلاقات العامة فالطالب مجبر أن يعمل لدى القطاع الخاص يقيم هناك صحيح مجبر في فترة الصيف ان يعمل ويقيم ولا ما يتخرج هذه المادة افتحت الفرصة أمام الطلبة لتجربة العمل بالقطاع الخاص فإذا كان الطالب أول مواجهة له في سوق العمل في هذا المكان نسبة كبيرة من الطلبة يختار أن يعود إلى نفس المكان، خصوصاً إذا كان تقرير جيد. البنوك استجابت طبعاً. حتى الآن أنا التجارب اللي طلعت عليها من الجامعات الخاصة. فهذه بداية ممتازة. بس ما ننسى أن الإغراء الحكومي بالرواتب العالية بعدم محاسبة الموظف على الإنتاجية بإمكانية هذا تعميم ولا استثناء؟ آه اللي هو عدم يعني المحاسبة يعني والرواتب العالية؟ أنا أعتقد أن هذا هذا ينافس اللي يسوونه. هم يحاولون يخلقون ثقافة الإنتاجية والالتزام بالعمل بالقطاع الخاص. يأتي القطاع الحكومي اليوم يحاول جاهداً أن يحط القوانين حتى لا يصبح الخريج أمام اختيار المريح ولا المتعب. القطاع الحكومي مريح لخريجينا. فكرة الأمان يعني. فقط، يعني الرواتب العالية الآن أي. يعني قاعد في جهات في القطاع الخاص أعلى من الحكومة بكثير. والحكومة مو كل رواتبها واحد يعني في جهات معينة في الحكومة أي هي اللي رواتبها أي لكن الرواتب اللي على على كادر الخدمة المدنية اللي اللي عدا المهندس والمحاسب والحقوقي ترى رواتب عادية الراتب الأساسي صحيح وهذه يمكن إحدى القضايا بس في فئة إذا أسأل الدكتور لأن طلبنا لمجموعة أن يرسلوا لنا أسئلتهم ففي مجموعة من الشباب الكويتيين يشتغلون ب مباني مشاريع الامم المتحده في الكويت البنك الدولي فيسالون وينهم عن دعم العماله؟ هل لهم دعم العماله او وين يقدمون؟ والله هم احنا عندنا طبعا اداره قانونيه كامله وحياهم الله الساعه المباركه خليونا ونبحثها واذا يتفق مع القوانين وقراراتنا بالعكس ندخلهم والكويتيين العاملين بالخارج في المؤسسات؟ بالخارج لا اعتقد <تأكد> يعني ما ما يقدمون اي, أي, أي لان هذه يح... الاسئله اللي وصلتنا اي يعني قصدي اذا مؤسسات كويتيه كويتيه طبعا هاي طيب؟ مؤسسات كويتيه اعتقد <أي> يراجعوننا والله افضل يراجعونكم أي أي. عن طريق الويب سايت لا اي الويب <سؤال> سايت ممكن يجون يتفضلون عندنا ترى <مبنانا> عن طريق شارع السور نوصل مبنانا حلو وما شاء الله وكافتريا وشيء جميل بالنسبه لمشاريع المستقبل اذا تسمح لي يعني انا يمكن ما كملت احنا مبنانا بقرب يم الهيئه العامه للشباب مم. فاحنا سوينا مشروع اسمه مربع الشباب مم. فقلت لك مركز المستقبل أي. هذا راح يستفيد مشاريع التنمويه والخبرات الوطنيه زين وراح وطبعا يس... احنا مبنانا احنا المدل العلاوات الاجتماعيه وغيره والتدريب الان ان شاء الله احنا خذينا موافقه وقصصنا الارض زين راح نبني اكبر مركز تدريب في الشرق الاوسط حق التدريب الموظفين في القطاع الخاص مع انه مبناكم الحالي في يعني فيه يعني في الحواضن عندنا عندنا في مسرح مم. وعندنا ثلاث قاعات تدريب بس احنا نطمح انه يعني الى اكبر شيء اكبر لان احنا اتجهنا يعني على الوظائف الاداريه يمكن 36000 او اكثر و50000 وظيفه اداريه بس لو نروح حق وظائف المبيعات والتسويق بحدود 400 الف وظيفه تعجبتكم التجربه السنغافوريه وتبون نفس المان باور هناك إيه؟ هذه حدودهم وطاقتهم ايه كبيره ايه ايه طبعا لا شك طبعا قاعد نبني موقف سيارات يمنا لنا ايه مكان في هذا فراح نبني ايش علاقه مربع الشباب الفكره هذه بشكل الفكره ان 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 يعني هي يعني العامل الشباب مركز تدريب حق القطاع الخاص حق الشباب مركز يعني المستقبل فسميناه يعني مربع الشباب مربع الشباب اكيد ايه يعني م. نهتم بشبابنا واغلب الان داشين يعني الكويت مجتمع شبابي يعني أيه <applause> صحيح يعني فالاحصائيات كلها ان بعد لحين جاينا يعني جيل كبير من الشباب الاحصائيات <applause> تقول ان عندنا ايضا عدد المبادرين كبير في دولة الكويت اليوم في جهات يمكن تذكرين دكتورة يوم استضفنا دكتور خالد مهدي في التخطيط وتكلمنا عن موضوع المبالغ اللي حطتها ورصدتها الدولة مليارين دينار تقريبا لموضوع المبادرين والمشاريع الصغيرة جهات أخرى في الدولة كاهي البرنامج هنا فكره المبادرين انتم اليوم واغلبهم شباب. صحيح. هل يعني في صيغه للتعامل مع الشباب المبادرين للمستقبل؟ والله الحمد لله احنا عندنا يعني عندنا اداره كامله اسمها اداره المشاريع الصغيره ونشطه مم. جدا. اول يعني شيء سويناه سويناه سميناه معرض الالف مشروع. أي. وهذا مم. ناجح جدا تحت رعايه سمو الامير حفظه الله يعني ما قصر يرعانا كل سنه. ويشاركون معنا ألف شاب وشابة مشاريع بألف مشروع بألف مشروع صار صارنا سنتين نسوي في أرض المعارض في مشرف وبحضور وافتتاح معالي وزير الدولة الشيخ محمد المبارك وقبال شديد من الشباب ما شاء الله زين والاخواتنا بعد من هذا المبادره شنو نوعيه المشاريع؟ هل تشترطون عليهم تحطون لهم مواصفات؟ ولا لا احنا احنا مقسمينه يعني داخل مثل هذه المواد الغذائيه هذه يعني هذه مثل الملابس البرمجيات برمجيات كذا إيه فمقسم هو يعني هذه وحده الثانيه الان قاعد قاعد نسوي حضانه زين والان خذينا عليها الموافقات راح يكون موقعها في المنقف على 8000 متر حضانه شنو؟ حضانه الاعمال اي زين فراح نحتضن ذيلا المبادرين ونحط لهم حضانه اعمال، زين وحطينا الان الاسس ملوتها وكل شيء، طبعا ننطر يعني نتبنى تبنى من الدوله ونبدي فيها. أي. ايضا عندنا يعني بالمشاريع اللي احنا قاعدين شكل الرعايه توفير مكان ولا ولا الدعم مادي كله طبعا طبعا بدراسه جدوى طبعا بالتعاون أه. مع صندوق المشاريع الصغيره، طبعا احنا مادي ما ندفع بس احنا قاعدين نتعاون يعني حتى احنا اعضاء في مجلس الاداره فلوس ما عندكم لا فلوس ما ندفع بس تدريب استثمار <applause>, <طبعاً> في <applause> العنصر البشري ندرب الحضانة هذه ايضا الان مستوى يعني الاستزراع فسوينا لجنه زين مع فريق عمل من معهد الابحاث الكويتيه وهيئه الزراعه وغيره وودينا الشباب حق مزارع زراعه الاسماك ايه قالها عندنا المهندس الحساوي فيصل في الحلقه الماضيه اي والان انت عندنا اتجاه ان يعني يا حضانات لهم يا ان ننشئ شركات صغيره فيها يديرون فيها الاسواق، يديرون فيها الاستزراع وغيرها، بس كان يعني ودينا مجموعه كبيره من المبادرين ومعانا نفس الصندوق والحين ان شاء الله في طور انه يدعمهم الصندوق. ايضا من الامور اللي احنا قاعد نسويها ان سنويا نسميها العياده الاستشاريه، مجموعه كبيره من الندوات عن دراسات الجدوى، تسويق المشاريع الصغيره، القضايا القانونيه، كذا كذا الى اخره. مع وزاره التربيه سوينا شيء اسمه التاجر الصغير. جميل. ما شاء الله يون الطلب عندنا ما تتصور ايه. باصات المدارس ايه. المسرح متروس وتفاعل وايد جميل ايه. لقيتوا افكار ابداعيه عند الشباب اللي بمرحله الدراسه؟ ايه طبعا شنو شنو اللي لفت انتباهكم فيهم؟ قصدك في المبادرين التاجر الصغير اي تاجر الطلبه صغير. اللي قاعد يجون من وزاره ايه ايه التربيه الطلبه وايد متحمسين حق الموضوع ام. هذا وبعدين الان ثبت يعني الدكتوره في مجال التعليم انك انت اذا بتوجه الطالب لاختصاص معين ما تنطره لين يوصل للجامعه <applause> إبدي فيه وأنه هو المرحله المتوسطه عطى يعني صناعه الاهتمام اي صناعه الاهتمام وعطى حب التخصص عطى كذا الى اخره من هني يبدا هو في حب يعني يستكشف مواهبه وهو صغير مم. فهو اذا استكشف مواهبه كأنتربينير كمبادر زين المبادرين يعني يمكن لو مبادر واحد مثل ستيف جوبز ولا بيل جيتس يغير الكويت كلها أيه. انا شو شركه أبل يوم من الايام دخلت فلوس اكثر من الميزانيه الامريكيه أيه. يعني فانت يعني قاعد نغرس فيهم القيم هذه وقاعد نجيبهم عندنا ويشوفون بالمسرح مالنا بحضور الموظفين. بحضور هذا فيعني قاعد نبذل جهود كبيره في مجال المشاريع الصغيره حتى نحث الشباب الكويتي واحنا دائما نقول لهم ترى التجاره زي والصناعه والحرف م. هذه مهنه الاباء والاجداد جميل أمام هذه الفكرة يعني اللي في ظاهرها طيب وإن شاء الله من الداخل جهود الإخوان أيضاً طيبة. إيش تعتقدين دكتورة يعني الإتجاه نحو الشباب في فكرة المبادرات في المشاريع الصغيرة؟ لو تشوفين كذا ضيف مر علينا في الحلقة يتكلم عن المبادرات ودعم المشاريع الصغيرة وعلاقتها بالشباب. صحيح هل تعتقدين أن التشريعات اللي موجودة، البيئة والثقافة العامة في الدولة تدعم ولا تقف فقط عند حد التوعية والتوجيه من البداية اللي هو تفضل فيه الدكتور قال أنا ما أنطر على الجامعة أنا أصنع الاهتمام عنده وهو طبعاً بالمدرسة طبعا يعني سؤال طبعا مهم وأنا سعيدة أن من خلال برنامج شارع السور انطلقت هذه الأفكار اللي تخاطب الشباب وهذا شيء مهم جدا واضح أن في مؤسسات لديها خطط موجهة للشباب ولكن المتلقي للمعلومة بحاجة إلى توضيح أكثر وين يروح؟ اليوم هو عند الفكرة إلى أين يتجه؟ مم. بالنسبة لصناعة المبادرات في سن مبكر هذه مهمة جدا مم. لأن احنا تكلمنا أيضا مع ضيوفنا عن غياب ثقافة الادخار مم. ما يدري يعتقد بأن المال متوفر. اي ما يعرف يدير رأس مال المشروع فمن المهم في سن مبكر ان يتعلم انه يحط راس المال يحط المحاسبه يحط شراء المواد الاوليه البيع دفع جزء من هذا البيع كضريبه او زكاه او الى مثل ما يسوون بالولايات المتحده ضريبه الولايه نفسها يعرف يدير راس المال وعلى الامد البعيد يصنع هذا المشروع انا تابعت موتمر الألف مشروع اللي عجبني في في المعرض اللي عجبني بالمعرض طبعا ما كان شرط ان يكون مشروع ناجح بس شعرت ان عطى الشباب الثقه في ترى كانت ايه هوايه مو مشروع ايه شيء بسيط لكن الثقه خصوصا لدى الطالبات ولدى الشابات ايه الثقه اللي خلتها توقف ايه وتتكلم عن مشروعها انا هذا دافع عن لان بالنسبه لي انا ايه العامل النفسي صحيح العامل ايه النفسي مهم جدا ما بحديثي عن المبادره يكون ربحي ويقاس بالمال فقط العامل النفسي انا بمعرضهم لان انا سمعت كان البعض يعلق يقول لكن هذه هوايه هذه مو مبادره فانا قلت لهم انا اعتقد ان هي بدايه ممتازه عن طريق التدريب ممكن ان تتحول الى مبادره ذات جدوى اقتصاديه او تستمر كهوايه ولكن ثقه الشباب والشابات في الوقوف والحديث عن ال عن صناعه ايديهم انا عجبتني. وكسر الحاجز صحيح امام صحيح. امام الخطوه الاولى صح. في أن يواجه المجتمع هذه تنكسر أيه. انا عندي هذا مهم م. جدا يعني الناحيه الماديه تاتي فيما بعد لكن هذه الثقه لدى الشباب هذا هو الاستثمار شي طيب بالعنصر البشري. دكتور وليد ماذا تنتظر من مجلس الامه القادم؟ اكيد عندكم مجموعه من الملفات حسب ما قرات معروضه او مشاريع قوانين تنتظرون اقرارها في الفتره القادمه من مجلس الامه القادم. يعني لدعم كل افكاركم. اي طبعا ايه. ما في شك ايه. مجلس الامه يعني مكون تشريعي مهم جدا ايه. واحنا في الحقيقه نعول عليه يعني زين هل في قانون بارز بانتظار انتم؟ اه لا كقوانين بارزه ما عندنا بس يعني مثلا من يعني يعني ممكن نطور القوانين اللي احنا قاعدين يعني حاليا زين يعني مثل وين القانون اللي يحتاج تطوير عندكم يعني مثلا مثلا, مثلا قانون البطاله زين الحين القانون وايد زين اعطى امان لل يعني للموظف في القطاع الخاص انه في حاله تسريحك من القطاع الخاص تراجع التامينات الاجتماعيه ويعطونك 60% من راتبك. اها زين ف يعني لمده سته شهور تكفي ستة شهور؟ اي مو هذا الكلام هنا. الحديث هل تكفي او لا يعني هذا محتاج التعديل المقترح انه يعدل ستة لا احنا ما لحد الان ما عندنا التعديل بس احنا يعني نامل عندنا قضيه حدود الادنى للاجور عندنا موضوع الحضانات طيب هذا كله يحتاج تشريعات كله يحتاج تشريعات وايد عندنا تشريعات واحنا على عموما يعني ما شاء الله لجان مجلس الامه على طول متواجدين فيها يدعوننا وعلى طول استشارات وعلى طول يعني فبالعكس متاملين فاذا اذا هذه هذه موضوع التوظيف الوهمي انتم انخفضتوا في العدد من 2015 من <applause> ألف. وبعد ما ضغطتوا في موضوع التوظيف الوهمي اللي هو فرضكم للنسب ففي ناس قامت توظف وهمي وانخفض العدد الى 60000 نعم <applause> ايضا هل يحتاج هذا الموضوع تعديل في التشريع بحيث ان الامر يصير واضح وفي شفافيه صح انت فرضت على الشركه نسبه ولكن نسبه حقيقيه وليست نسبه تاخذ راتب للدعم فقط احنّا يعني والله خذينا عدة إجراءات في محاربة التعيين الوهمي. مم. الأولى طبعاً هي أغلبها قرارات ليست قرارات من مجلس الوزراء. داخلية عندك. لا مجلس الوزراء المؤقّر يعني يعني مثلاً اللي هي إن إن أنت في حالة إنك أنت تبي تتوظف في القطاع الخاص مم. لازم تاخذ إذن عمل من هيئة القوى العاملة تابعه لوزارة الشؤون. مم. هيئة القوى العاملة تقوم بالتفتيش عليك. زين مو مثل الأول يعني تي على طول قبل كنت تي عندنا على طول. مم. واحنا ما عندنا حق التفتيش آه. زين الحقوق التفتيش كلها موجوده عند وزاره الشؤون فاحنا وزاره الشؤون تفتش عليك مقدما قبل الصرف جميل اي يعني قبل ما تصرف لك تروح وتطلع وتشوف قبل يعني ما راح تعطيك اذن العمل أي. الا لما تشوفك انت يعني تشوف مكان العمل ومقره وقاعد تشتغل فهذه الخطوه وايد خفضت هذه وحده ايضا صار عندنا اتصال مع يعني مع اداره المنافذ فاحنا قاعدين نشوف الناس اللي لان في موجودة في الكويت ايه فعلا يعني الموجوده ايه في الكويت ايه اتصلنا مع ديوان الخدمه اه الناس اللي أخذت بدل عماله اه وراحت درست برا زين وما توظفت فاعتقد عددهم خمسة 5000 وكذا قاعد نسترد وبالنهايه كل ذي حق ياخذ حقه اكيد ما في شيء دكتوره ملفك شنو في اليوم؟ ملف اليوم طبعا يعني بعد هذا الحديث اللي استمعنا يعني شيق اليوم انا اعتقد ان حديثنا كان وايد مهم لان القى الاضواء على معادله سوق العمل في عدد المتقدمين للوظائف ما يحدث من تغيير في سوق العمل التغييرات الديموغرافيه التغييرات في ما هو معروض في سوق العمل انا اعتقد بان تنميه عنصر المبادره لدى يعني يمكن هذه اهم نقطه انا احب اركز عليها لدى طلبت خصوصا مرحلة الثانوية ستحل الكثير من القضايا النقطة الثانية في المرحلة الجامعية إقرار مادة التدريب على سبيل المثال طالب العلوم السياسية يمضي أشهر بالتدريب في مجلس الأمة مع النواب ليتعرف على العمل أو في وزارة الخارجية أو غيرها من الأماكن التي يطمح للعمل في هذه المؤسسات فيما بعد مثل طلبة الاعلام والتدريب في وزارة الاعلام او في القنوات الخاصة، كل قسم علمي تكون عنده مادة للتدريب سواء بالقطاع العام او بالقطاع الخاص، وهذه المادة راح تساعد على التقرب من سوق العمل حتى يستطيع الطالب ان يدرك في سن مبكر ومرحلة دراسية مبكرة ما هي ملامح سوق العمل. شكرا لك دكتوره شكرا لضيفنا الكريم دكتور وليد الحداد المستشار في جهاز وبرنامج اعاده هيكله القوه جهاز تنفيذ للدوله نتمنى لكم كل التوفيق شكرا دكتوره نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله احنا معاكم ولكن يعني يمكن استشعار اخير من ضيفنا انه التركيز على الكادر البشري وان الانسان هو الثروه الحقيقيه هذا الخط يعني المتبع في دوله الكويت ولكن سيتم التركيز عليه اكثر من قبل هذا الجهاز المهم الإنسان هو ركن التطوير فنتمنى إن شاء الله دائما التوفيق للجميع للي يعمل دائما لتطوير الدولة والكويت إلى اللقاء شارع السور يوم السبت القادم